استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم الشيخ حمد بن راشد الجبر النعيمي وأبناءه، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم للبلاد. وقد رحب جلالة الملك المفدى أيده الله بالجميع، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وصلات الأخوة والقربة وما يربط الشعبين الشقيقين من الأواصر العائلية المتينة والمتميزة. كما أشاد جلالته رعاه الله بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة حضارية وازدهار وتطور شامل في العهد الزاهر لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأتمنى جلالته للشيخ حمد بن راشد بن جبر النعيمي وأبنائه كل التوفيق والسداد.